بصش السيستم، طالما اللعيبه اللي عندي على ارض الملعب بيأدوا بالشكل الدفاعي اولا الايجابي والهجومي اللي ممكن يبقى فعال مع التطوير والتنشيط والمخاطره اللي ممكن تيجي في اخر 5 دقائق مع وجود حسام حسن اللي هياخد دوره على ارض الملعب في الدقائق اللي جايه وبيستعد للنزول. كوره هنا طه يحط كوره بالعرض على الارض قصيره واحده وثانيه عند كبير الوادي عمرو سيسي، حلوه حلوه فيها فكره عاليه الكره الهدف الاول الهدف الاول الهدف الاول راح طار وقطعته تخليه ملك حتته هو على ارض الملعب ارنولد ايبا. ارنولد ايبا الكاميروني صاحب ال 21 سنه يسجل ثالث اهدافه في هذا الموسم، يسجل الهدف الاول على ارض الملعب لمودرن سبورت. مودرن سبورت بالمسمى الجديد، مودرن سبورت بالمسمى الجديد في اولى مبارياته بالمسمى الجديد يسجل حضور، يثبت حضور قدام الجمهور. شوف اللمسات واللمحات الفنيه والتفاهم والانسجام والربط عالي الجوده، متع عينك واستمتع. احلى جول جه لانه في جوال كتير كانت حلوه وما جاتش على ارض الملعب، لكن دي ملعوبه تكتيكيه ذكيه وملعوبه ربط وتفاهم وانسجام. عمرو السيسي النهارده قصه وحكايه لوحدها نتكلم عنها، وده وقتها مع عبد الكبير الوادي والعرضيه اللي قطعته، لكن اللي قطعته تخليه ملك حتته هو ارنولد ايبا، ومع دقيقه 86 يسجل الهدف الاول لفريق نادي مودرن سبورت على ارض الملعب. ملعوبه تكتيكيه ذكيه ملعوبه ويطير